ضيفنا في هذه الحلقة من أنا شاهد هو طارق البكري. هو مهندس فلسطيني أطلق مبادرة شخصية وفردية قام من خلالها بأخذ صور لبيوت إسرائيلية كانت في الماضي ملكا لمواطنين فلسطينيين. طارق ينضم إلينا الآن عبر خدمة الإنترنت من مدينة القدس ليحدثنا بتفاصيل أكثر عن هذه المبادرة. أهلا بك معنا طارق، بداية حدثنا عن الفكرة من وراء هذه المبادرة وما الهدف منها. أهلا وسهلا. بداية، هناك العديد من المنازل الموجودة بفلسطين والتي احتلت عام 48، وكثير منها انتقل إلى حرس أملاك الغائبين، وهو قانون إسرائيلي سن في ذلك الوقت للسيطرة على المنازل العربية. فأحيانا عندما تمرين وتشاهدين منازل مكتوب عليها باللغة العربية أو آيات قرآنية مثل هذا من فضل ربي أو لله ملك السماوات والأرض وتسكن بها عائلة أخرى، فتعلمين بأنها أصلا لأشخاص آخرين أو للفلسطينيين كانوا يقطنون في هذه المنازل. فمن هنا بدأت أحيانا فكرة معرفة أو محاولة معرفة لمن هذه المنازل أصلا. فهذه بالنسبة للمنازل الموجودة في القدس بدأت تحديدا، ثم انتقلت إلى مدن أخرى في فلسطين. بالبداية عندما كنت أبحث في أرشيفات الانتداب البريطاني أو الأرشيفات العثمانية وأجد منازل قديمة بالأسود والأبيض لأحياء معينة في فلسطين، وأحاول أن أجدها لكي أقوم بتصويرها ومقارنتها قبل وبعد. ثم انتقلت الفكرة لما هذه المنازل هي ملك لأشخاص معينين، فأصبحت الأمور عكسية، فأصبح اللاجئ الفلسطيني يتواصل معي يرسل لي صورة منزله قبل عام 48 قبل النكبة، وبدوري أقوم بالبحث على المنزل وتصويره له. وتقوم بحفظ هذه الصور في على موقع خاص بك أم تعرضها في معرض أم ماذا تفعل بها بالضبط يا طارق؟ بصراحة أسرع وسيلة لوصول الصور وللانتشار هي مواقع التواصل الاجتماعي، فبداية أقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وثم يوجد بعض المواقع المختصة بالتوثيق وبحراسة الذاكرة تقوم بأخذ هذه الصور ونشرها لكي تصل أيضا لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. طيب هذه الصور يا طارق، ما هل هناك مجموعة منها بقيت عالقة في ذهنك، أو هل كانت ردود فعل معينة من أشخاص يملكون هذه البيوت أو ملكوها في الماضي وبقيت هذه الردود ردود الأفعال عالقة في ذهنك؟ أكيد حصلت عديد من الأمور التي علقت بالذاكرة، كأصدقاء تمكنوا من المجيء لفلسطين لمرة واحدة بتصاريح معينة، فذهبنا إلى منازلهم ووجدناها وقمنا بالتقاط صور قبل وبعد. على سبيل المثال أيضا يوجد منزل في عين كارم، وهي قرية غرب القدس والتي ولد فيها سيدنا يوحنا المعمدان. على سبيل المثال هذه القرية وجدت منزل مكتوب عليه لله ملك السماوات والأرض. تواصلت يعني حتى تحدثت مع مالكي المنزل الحاليين، وقالوا لي بأنه الآن أصبح منزلهم وأنهم لا يكترثون لمن كان طالما أنه الآن هو ملك لهم. فهناك العديد من القصص التي ترسخ بالذاكرة بعد التقاط هذه الصور. طيب هل تدخل إلى هذه المنازل أو تصورها من الداخل أيضا؟ هل سمح لك بالدخول إليها أحيانا؟ المنازل التي يقطنها الأشخاص لا أدخلها. على سبيل المثال يوجد منزل لأحد الفلسطينيين من عائلة شهابي من القدس، وبيته في حي البقعة في القدس الغربية عند سكة حديد القدس يافا. لم أتمكن من الدخول لأن المنزل أصبح كنيسا وأصبح مدرسة دينية يهودية. أما بالنسبة للقرى المهجرة فهناك قرى أصبحت منازل فارغة فأتمكن من الدخول إليها وتصويرها، وأحيانا هنالك قرى قد دمرت تماما فلا تزال غير سوى الأنقاض أبدا في هذه المناطق. وأنت تحاول من خلال هذه المبادرة أن تقوم بأخذ صور لقرى أيضا يا طارق، لماذا؟ بالفعل بداية موضوع القرى المهجرة، يعني بعد النكبة هناك أكثر من 532 قرية فلسطينية طهرت عرقيا، والذي يعني اللاجئين الفلسطينيين حول العالم يعني ينتمون لهذه القرى المهجرة، لذا فأقوم بالذهاب إليها، أتواصل مع الناس الذين
من هذه القرى لكي يشاهدوا قراهم، لكي أربطهم مع الأرض أكثر. أتواصل معهم أحيانا من داخل القرية، عندما أصل إليها أتواصل مع اللاجئ وأقول له أنا الآن في قريتك، وإن كان على سبيل المثال جده أو جدته على قيد الحياة، أقوم بفتح الكاميرا سكايب مع العائلة لكي يتمكن من تحديد منزلهم أو تحديد الحي الذي كانوا يعيشون فيه، ولكي يسترجع ذكريات، وذلك أيضا يعني تعزيز حق العودة بأنهم ينتمون إلى هذه المنطقة وسيعودون إليها. وأحيانا أستهدف أشخاص من داخل فلسطين، لأنه يوجد يعني استراتيجية ممنهجة من الاحتلال لتهويد وأثرلت الأسماء العربية في فلسطين. ف أحيانا قرى معينة يطلقون عليها أسماء عبرية أو أسماء غريبة أو باسم المستوطنة التي استحدثت على المنطقة. حتى الأشخاص داخل فلسطين أحيانا يشتون قليلا ولا يعرفون أن بهذه المنطقة كانت أصلا قرية فلسطينية أو منطقة فلسطينية. حتى يعني المهم أيضا موضوع الأسماء وعبرنتها. طيب طارق، ابتدأت بتصوير البيوت وبعد ذلك بدأت في تصوير شواهد القبور أيضا، هل شرحت لنا السبب؟ بالفعل في أحد المرات التي كنت في رحلة استكشافية لإحدى القرى المهجرة بين القدس ويافا، وجدت في الأحراش قبر لجندي أردني كان اسمه الشهيد علي حسن العوران، مفقود منذ عام 48. بداية كان الاسم غير واضح، حاولت مرارا أن أستطيع أن أميز الاسم. وبعد ذلك أيضا وجدت 7 قبور أخرى، ولكن هذا الشهيد بالذات فهو كان مفقود منذ عام 48. شارك في معركة باب الواد في بين القدس ويافا، وقيل حينها أنه يمكن أنه استشهد أو أنه يمكن أنه استشهد أو أنه على قيد الحياة في ذلك الحين. عائلته حاولت أن تبحث عنه في لبنان، ولكنهم لم يجدوه. هذا الكلام بالخمسينات تقريبا، ومنذ ذلك الحين لم يعرف أحد عنه أي شيء، إلى أن وجدت قبره وتواصلت مع أهله. كما أخبرتك أنه كان مفقود منذ عام 48، فكان لذلك أثر جميل على أهله، ومشاعر الفرح أنهم علموا مصير ابنهم بعد كل هذه السنوات. هناك شهيد آخر من عائلة الشوبكي، بعدما وجدت قبره وتواصلت مع أسرته، كان قد قيل لهم بأنه قد شارك في أحد معارك تحرير في أحد معارك فلسطين عام 48، ولكنهم لم يعثروا على جثمانه لأنه كان يقاتل في منطقة متقدمة من المعركة. وقيل لهم أنه ممكن مدفون في أحد المناطق أو تلك، ولكنهم لم يكونوا يعرفوا أين قبره بالذات، وإلى أن وجدته لهم أيضا. طيب طارق، يعني من خلال هذه المبادرة التي قمت بها ويعني تسدي فيها خدمة لأناس يعني غريبين عنك لا تعرفهم، كيف تحاول التواصل معهم؟ من يرغب بالتواصل معك؟ كيف يتمكن من ذلك؟ بالفعل يعني أنا أقوم بذلك كما قلت لك كمبادرة شخصية إنسانية. أنا كشاب فلسطيني أستطيع أن أقدمه لأهلي في الشتات. يستطيعون التواصل معي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني من المفروض أن تكبر المبادرة أكثر في المستقبل، ولكن هي على الأقل تمشي بوتيرة بطيئة، لأنني أعمل بشكل فردي، إذ أنا لا أريد أي جهة سياسية أو حزبية أن تتدخل في الموضوع. لذلك أريد أحافظ على إنسانيتها وعلى قضيتها السامية. وأحيانا عندما أتواصل أحيانا أنا أذهب إلى اللاجئين أنفسهم. فقبل فترة ذهبت إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتواصلت مع الأشخاص الذين من قرى معينة من أقصى شمال فلسطين، وكانت بحوزتي العديد من الصور. وقمت أيضا بتوثيق شفوي مع كبار السن، لكي أيضا بعد هذا التوثيق الشفوي أذهب إلى المناطق التي هم منها، وبعد أن حددوا لي منازلهم وأماكنهم ومزارعهم وإلى آخره. ونحن نتمنى لك التوفيق يا طارق في هذه المبادرة، شكرا جزيلا لك. شكرا.